نبدأ اجتماعنا أحبائي دائما كما تعودنا برسالة من الكتاب المقدس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين، ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس حتى نسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. تكلمنا الأسبوع الماضي بنعمة المسيح يا أحبائي من أبرار العهد الجديد، هذه الأسرة المباركة، أسرة زكريا الكاهن وزوجته إليصابات، التي ذكر عنهم الكتاب المقدس وشهد لهما أنهما كانا بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. اليوم لقائنا بحسب الأناجيل، لقاء امبارح كان بشارة الملاك للعذراء مريم، لذلك لقائنا اليوم عن أمنا العذراء مريم الملكة البارة النقية والقديس يوسف البار. وزي ما أخذنا الآية بتاعت الأسبوع الماضي وطوال هذا الشهر: وأما البار فبالإيمان يحيى. تعالوا نقرأ معا يا أحبائي جزء من الكتاب المقدس من إنجيل معلمنا متى البشير. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح واحد ومن العدد 18: لما وأما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها اسكان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والمجد لله دائما أبديا أمين. لما نعود إلى هذا المرجع، لي تم هذا الأمر يا أحبائي، نلاقي أنه أمنا العذراء مريم تركت الهيكل وهي في عمر 12 سنة، ما كانش ممكن أنها تبقى في الهيكل بعد هذا العمر، بالنسبة لأنه بداية التغيرات اللي بتتم في جسم الفتاة، وبالتالي في أيام الدورة أو الظرف الشهري دي بيكون في حالة نجاسة بالنسبة لي حسب شريعة العهد القديم، وبالتالي ما كان ممكن إنها تبقى في الهيكل بعد هذا الأمر، بالتالي كان لابد إن هي تخرج من الهيكل. وحتى إنه يتم سر التجسد اللي هو أعظم عمل إلهي في تاريخ البشرية، كان لابد أن يوجد زي ما أوجدت أمنا العذراء مريم اللي قال عنها الكتاب المقدس: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل ابن وحيد أتى وتجسد منك. في كل نساء بنات إسرائيل لم يجد من تصنع أفضل منهن إلا أمنا العذراء مريم كما ذكر في سفر نشيد الأنشاد. عشان كده لابد أن يكون هناك أيضا خادم أمين وراعي طاهر تعين السماء حتى إن هو يؤتمن على أمنا العذراء مريم الطاهرة، تمشي ياخدها معاها إلى بيته. وده المقصود بها إن هي مخطوبة لرجل اسمه يوسف، وبحسب عادة العهد القديم الخطبة معناها
ان هما الاثنين يكونوا مع بعض زي الازواج من غير ما يكون في اي لقاء جسدي بيناتهم، انما تعيش معاه ويرعاها ويهتم بيها، لا يكون في اي ارتباط جسدي، وده ما كان بيجي الا بعد سنه من خطبتهم، لكن في حد ذاته تفضل معاهم. وبالتالي فضلت امنا العذراء مريم قبل وبعد ولادة السيد المسيح وهي بتول عذراء، زي وده ورينا ان هم اتفقوا هم الاثنين لانها كانت في سن صغير. يوسف كان رجلا بارا، كان في عمر كبير، شيوخ، احد الشيوخ في اسرائيل في اليهودية، وبالتالي لما انجل ملاك بشرها وقال لها حتحبلين وتلدين، قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. بالتالي لما تكون مع يوسف عشان يرعاها ويهتم بيها ويحميها، خاصة لما تبتدي تسهر عليها علامات الحبل والحمل المقدس الإلهي، بالتالي هيشوفها اليهود. وإذا لم يعني في خلال السنة دي، معناها أنه تم أمر بناتهم، أو إن حاشة للعذراء مريم أن هي تكون أخطأت وزنت، وما دام إذا تم هذا الأمر أو ثبت هذا الأمر، بالتالي تكون معرضة لعقوبة الرجم لأنهم حيسيئوا فهم مصدر هذا الحمل. كل دي كان يا أحبائي هو هذا الرجل البار الشيخ الكبير في السن، وهو القديس يوسف النجار أو يوسف البار، اللي شاهد عنه الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا متى البشير الآية اللي قريناها 1-9. يوسف يعتبر من سلالة داود النبي، وعشان كده دعاه الله إنه هو يكون أب روحي وعائل لهذه الأسرة، وبالأخص للسيد المسيح له المجد الابن الأزلي المتأنس يسوع المسيح، ولكن كأب روحي وليس أب جسدي. اليهود كانوا فاكرين إنه هو أب جسدي، لما جو قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو معروف إنه هو أمه مريم وأبوه يوسف، فهم عارفين فاكرين انه هو ابوه الجسدي، ولكن بالحقيقة هو كان الاب الروحي، لانه سيد المسيح يا احبائي زي ما احنا عارفين ليست له ابوة جسدية، لكن الابوة بتاعته كانت من الاب السماوي اللي الروح القدس حل على امنا العذراء مريم، وبالتالي القدوس المولود منك يدعى ابن الله. عشان كده يعتبروه الاباء نيابة عن الاب السماوي تجاه الطفل يسوع، وبالتالي كان زوج واخ روحي لامنا العذراء مريم البتول، والقبل وبعد واثناء الولادة، وهو كان ايضا كان رب لهذه العائلة المقدسة، وبالتالي كان يمارس السلطة بتاعته كرب عيلة. أما الفضائل اللي تحلى بها يوسف البار هي كثيرة، ولكن أنا حكتفي بفضيلة واحدة لربما نحتاجها في هذه الأيام، خاصة كان الله سمح لينا بفترة وهي غلق عام، وكانت الرسالة من الحكومة ومن الكنائس stay at home، يعني افضل في بيتك، يعني ما فيش داعي للاختلاط، ما فيش داعي للكلام، ما فيش داعي لتضييع الوقت، ما فيش داعي للاستهتار والتهاون. وجاء اللوك داون الثاني، وبدأ للأسف مش الالتزام اللي كان مفروض مننا أو من الناس إنه هو يكون هذا الالتزام، إلى أن يحمينا ربنا بعض الأماكن دلوقتي اللي هي ابتدت غلق عام زي ما احنا متابعين في الأخبار. موضوعنا أحبائي واحد من هذه الفضائل اللي تمتع بها القديس يوسف البار، ومن خلال ما سمعناه هي فضيلة الصمت. فضيلة الصمت كانت في الأسبوع الماضي، كان الصمت هو عبارة عن عقوبة في قصة زكريا الكاهن، كانت عقوبة لأنه شك
في قدرة الله وإنه مستطاع عند الله إنه يديه نسل حتى في الشيخوخة بتاعته حتى في كبر السن. لكن الصمت في حد ذاته يعتبر من أهم الفضائل حقيقة. هذه الفضيلة ليست فقط في القديس يوسف البار ولكن أيضا في أمنا العذراء مريم. بالنسبة ليه كان محبا لهذا الصمت، لم يذكر الكتاب المقدس، لم يسجل ولم يذكر ولا كلمة واحدة ليوسف البار. حتى لما جاء وشاف الحمل وأراد تخليتها سرا كان يفكر، يقول كده الكتاب المقدس، وفيما هو متفكر في هذه الأمور، يعني كلها أمور بيفكر فيها، عايز يشوف يعمل ايه، يتصرف ايه، ازاي، وهو رجل بار عايز يستر عليها، لم يرد ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا عشان تمشي بسلام ومن غير ويسيبها من غير ما تتعرض لاي رجم او اتهام من اليهود. عشان كده كان محبا لهذا الصمت، وبالتالي حياته في حد ذاته بالرغم من أنه لم يتكلم ولا كلمة واحدة أو لم يسجل الكتاب المقدس ولا كلمة واحدة، لكن حياته القوية والعميقة كانت أعظم من ما يتكلم به عظماء الحكام والولاة أو الناس أو الكتاب أو أي حد في وقتنا الحالي، اللي هو الناس كسر فيها عندها الكلام وما عندهاش حاجة غير إيه يحمينا ربنا غير الكلام. عشان كده في هذا التعبير لهذا القديس يوسف البار وهو الصمت الكبير، بل يقول عنه أحد الآباء يعطيه هذا اللقب، يقول كده كان يوسف أكبر رجل روحاني في العهد الجديد في من خلال الصمت. من خلال الصمت كان أكبر رجل روحاني، ودي ميزة الإنسان الروحاني أن يبقى في جو الصمت وهو في موضع الخلاء مع الله ومع عشرته ومع مناجاته مع الله، فبالتالي يعيش في دنيا الإيمان ويتغذى بالإيمان وتنطبق عليه الآية أما البار فبالإيمان يحيى. طيب أمنا العذراء مريم أيضا ذكر عنها الملكة، هذه الملكة البارة اللي هي لم أخذنا في إحدى الرسائل القصيرة اللي هي العشر دقائق اللي بنقولها في صوم أمنا العذراء مريم، الكلمات التي تكلمت بها العذراء مريم سبع كلمات زي السبع كلمات اللي تكلم بها السيد المسيح على عود الصليب. لم يذكر الكتاب المقدس إلا سبع عبارات، مش كلمات، سبع عبارات لأمنا العذراء مريم، من ضمنها اللي كانت امبارح في البشارة الملاك للعذراء مريم، بشارة الملاك جبرائيل، قالت له كده كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا، ولما الملاك شرح ليها وقبلت هذا الأمر قالت له كده ليكن ليك قولك، هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. بالتالي أحبائي هذه الفضيلة اللي كانت في القديس يوسف البار وأمنا العذراء مريم، لدرجة أيضا في لما تقابلت مع سمعان الشيخ وبيقول لها هذا الكلام عند دخول السيد المسيح إلى الهيكل، قالت يقول عنها الكتاب المقدس أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، يعني أيضا كان لديها هذه الفضيلة، فضيلة الصمت. عشان كده ده موضوعنا النهاردة بعد المقدمة عن يوسف البار وأمنا العذراء مريم وما ذكر عنهم في الكتاب المقدس، هو ده لقائنا اليوم من ما هو الصمت المقدس. ما هو الصمت المقدس؟ مشكلتنا، مشكلة الناس دلوقتي، تتكلم مع الناس يقول لك أنا مشكلتي إيه؟ لساني. لما الإنسان يبتدي أنه يجرح ويهزئ ويهين ويشهر ويتهم ويشيع إشاعات كثيرة، يقول لك مشكلة الإنسان هو إيه؟ في لسانه للأسف. عشان كده الله يعطينا نعمة النهاردة
من خلال وجود الله في حياتنا، من خلال الضمير الصالح، من خلال مخافة الله، من خلال الإيمان بعمل الله في حياتنا. هنا الإنسان يكون بار، وأما البار فبالإيمان يحيا، وبالتالي يكون له هذه الصفة، صفة الصمت المقدس أو فضيلة الصمت المقدس. يتمم ما قاله الكتاب المقدس يا أحبائي، في أوقات يجب أن يصمت فيها، في أوقات يجب أن يتكلم فيها في الوقت اللي مفروض أنه هو يتكلم، زي ما بقول في سفر الجامعة أصحاح 3:7، ولما يتكلم يتكلم بكلام نافع وكلام يليق وكلام لائق، مش مجرد أنه هو دلوقتي حرية التعبير، كل إنسان عايز يعبر عن حرية التعبير ويخبط في أي إنسان ويسيء إلى أي إنسان ويجرح في أي إنسان، ما فيش بقى فيه عيب، ما فيش بقى فيه لا يليق، ما فيش بقى فيه شيء أنه يمسك الإنسان، لأنه للأسف قال عنها السيد المسيح له المجد: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. يبقى إذن الإنسان اللي بيتكلم بكل هذه الإباحية وبكل هذا التجريح وبكل هذا التشهير وبكل هذه الإشاعات، عليه أن ينظر ما هو في داخل قلبه، ويقول كده مع معلمنا داود النبي: قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. سفر الجامعة أصحاح 3:7 يقول لنا كده: للسكوت وقت وللكلام وقت، أو للسكوت وقت وللتكلم وقت. تعال نشوف بعض الصور، بعض العلامات لهذا الصمت المقدس اللي بصلي انه الله يعطينا كل انسان ان يقتنيه بحسب فكر الله وبحسب كلمة الله، حتى لا ندان يا احبائي بسبب كلامنا. اولا، الصمت بقصد الانضباط وعدم الخطأ. يعني الإنسان لما بيصمت من أجل إن هو يضبط نفسه، من أجل إن هو يحكم نفسه من إن هو يخطئ، من أجل إنه يرضي فرصة لروح الله إنه يديه إيه ضبط كده. داود معلمنا داود النبي يقول كده في مزمور 29:1-2: قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، صمت صمتا. ويجي يقول في المزمور: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا للشفتين، عشان لا أريد أن أخطئ. واللي ساعد داود النبي أحبائي، عشان زي ما كده ما قلت من فضلة القلب يتكلم اللسان، اللي ساعد داود النبي أنه يطلب هذه الطلبة وأنه فعلا يتحفظ لنفسه من أنه هو يصمت، ما قاله في مزمور 119: خبأت كلامك في قلبي لكي لا لكي لا أخطئ إليك. وبالتالي لا تطلع، ما تطلعش كلمة خطأ من معلمنا داود النبي. يوم ما داود النبي أخطأ وكذب وبالتالي صنع الخطية بتاعته اللي هو كذب فيها، وإنه هو أرسل أورية الحسي عشان يدخل الحرب عشان يقتل في الصفوف الأمامية ويزني مع امرأة أورية الحسي، كل دي داود النبي لما لقى نفسه إنه هو متغبع عن هذا الأمر أو في غيبوبة مش واعي لهذا الأمر، لما جاءه ناسان النبي وذكروا بالخطية بتاعته قال له كده: أخطأت إلى الرب. أنا نسيت، أنا ما خليتش بالي، أنا ما انتبهتش، أنا أخطأت إلى الرب بإن أنا كذبت، إن أنا قتلت، إن أنا زنيت، إن أنا طلع كلام من لساني كان فيه إساءة أو تجريح أو حتى قتل للآخرين. عشان كده قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، صمت صمتا. معلمنا سليمان الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 10:19 يقول لنا كده:
كثرة الكلام لا تخلو من معصية. يبقى إذن لما نعود كده يا رب يا أحبائي لفكر الله وقصدك يا رب، إيه قصدك من إنك أنت تكفل الكنيسة؟ إيه قصدك من إن إحنا نقعد في بيوتنا؟ إيه قصدك يا رب من إن إحنا نبعد شوية من الناس؟ الله تريه وكان عايز يقول لنا كده، خلي بالك ما أنت حياتنا كلها وإحنا مشغولين وإحنا مع الناس وإحنا ما بنبطلش كلام، وبالتالي كثرة الكلام لا يمكن أن تخلو من معصية. وقس على ذلك طبعا في كثرة الكلام معصية الحلفان، معصية الشتيمة، معصية الغضب، معصية الإهانة، معصية التجريح، وكله الحلفان مثلا ما حاجة عادية يبونا، والكذب ما هو كذب أبيض يبونا، والغضب ما أنت عارف يبونا، بس هو عصبني وهو نرفزني وهي نرفزتني، والكلام ده كله. والإنسان يوجد لنفسه تبريرات كثيرة دون أن يلاحظ أنه سبب الخطايا دي كلها كانت هو كثرة الكلام، ومش عايزين ان احنا نسمع لصوت الله. يعلمنا يعقوب الرسول يقول لنا كده في يعقوب 1:26 وفي 3 يقول كده، ان الذي لا يلجم لسانه فديانته باطلة، وإن الذي لا يعصر في الكلام هو رجل كامل. لا تعصروا يا أحباء، لا تكونوا معلمين كثيرين. ليه؟ لأننا بذلك نعصر جميعنا. ممكن كل إنسان عايز يكون نفسه هو واحد من شيوخ إسرائيل، هو واحد من مصلحي العهد الجديد، هو واحد من قضاة الإصلاح والتغيير، هو واحد من علماء العلم والفلسفة والمنطق. وكل هذا كل الإنسان بيدي لنفسه صلاحيات لا يملكها أيضا، والتبرير بتاعه هو للأسف في كلامه، في شوفوا أنا بقول إيه وأنا بعمل إيه. للأسف من لا يلجم لسانه فديانته باطلة. عشان كده يقول كده، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع بطيئا في التكلم. ليه؟ عشان يكون بطيئا في الغضب. يبقى أول حاجة الصمت بقصد الانضباط، وبالتالي لا نخطئ، لا نخطئ أمام الله ولا نخطئ أيضا إلى الآخرين. يا أحبائي كلنا نعلم القديس مع أرسانيوس معلم أولاد الملوك، وهذه العبارة المشهورة عنه يقول كده، كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما عن سكوتي فلم أندم قط، لم أندم قط. النقطة الثانية أحبائي أو صفة ثانية، جانب آخر في الصمت المقدس، الصمت في المناقشات اللي هي عديمة الفائدة والمنفعة. يقول عنها معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الثانية إصحاح 2:23 يقول لنا كده، المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما أنها تولد خصومات. المباحثات أو المناقشات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما أنها تولد خصومات. تجنب أي نقاش نقول عنه صفصطائي، يعني إيه؟ يعني بلا أي هدف ولبلا أي فائدة، مش هتطلع منه بأي حاجة سوى جدال وسوى غضب، وفي النهاية هتطلع به خصام. تجنب أي مجادلات، يقول كده أحد الآباء، تجنب أي مجادلات يعني نقاش حاد وجدال مع المتشبثون بأفكارهم المتعصبين لآرائهم. تعبير من تأمل من أحد الآباء، اتجنب لما يكون إنسان مهما تكلمه ما عندوش استعداد إنه هو يغير رأيه، مهما توضح ليه ما عندوش استعداد إنه هو إنه هو يغير اللي في فكره. يا إما إنسان منساق يعني
ملوه بحاجات زي كده، يا إما علموه أو كلموه تقولوا له قالوا له تقول كده وما تحكش عن هذا الكلام، يا إما إنسان لا يدرك أي شيء وبالتالي أفكاره زي ما بيقولوا عكس إعكاس. أنت بتقول البحر على الشمال اليمين كده، يقول لك كده البحر على الجنوب، لا يقول لك البحر على الشمال. الشمس تشرق من الشرق، لا الشمس تشرق من الغروب. يعني إنسان دايما مخالف، عشان كده يقول عنه الأباء تجنب مثل هذه المناقشات ومع والمجادلات مع المتشبثين بآرائهم. لعل هذا الأمر يا أحبائي يحذرنا منه الكتاب المقدس، واحنا يعني ما بناخدش بالنا ليه. في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية يقول لنا كده، هي إصحاح واحد لكن في عدد 10 يقول لنا كده: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا الكلام فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام. لي لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. عارفين الآية دي تنطبق على مين؟ تنطبق على شهود يهوى، تنطبق على كل إنسان بيجينا بتعليم غريبة، لكن أكثرها بتختص بشهود يهوى. لي شهود يهوى يجيك بأنه هو بيجي لك بتعليم المسيح، وبالحقيقة هو غير تعليم المسيح تماما، بدليل أنهم لا يعترفوا أن المسيح هو الله، المسيح إله زي كل الآلهة، أو المسيح هو الملاك ميخائيل. تقول له كده كتاب مقدس يقول لك كده ما تسلمش عليه. بعض الناس يقول لك يا ليه عدم الزوج ده؟ إزاي أن أنا أكون؟ فين المحبة؟ يا ابني يا حبيبي يا أختي، الكتاب المقدس بيقول لك كده ما تسلمش عليه. عارف ليه؟ ولا تقبله في البيت. عارف ليه؟ لأنه هؤلاء الناس بيكونوا مدربين لمدة 3 سنين بكورس يسمى كورس الجدال، يعني عندهم استعداد أنه يقعد معاك بالساعات الطويلة وهو يجادل بغرض أنه هو لا يريد أن يغير فكره، بل بغرض أنه هو يقنعك في الآخر. وللأسف ضعاف النفوس وضعاف الإيمان، والناس اللي بتاخد كلام الله بتركنه على جنب وبتشتغل بعواطفها البشرية، يقول لك حرام ومش حرام والكلام ده كله، يقبلوه في البيت. النتيجة كانت ايه؟ ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. عشان كده الكتاب المقدس يقول كده من يسلم عليه، اللي يجيك بغير هذا التعليم تشترك معه في أعماله الشريرة. يبقى إذن كلام الكتاب المقدس له وزن، ولما يكون فيه تحذير عشان ينقذنا ويحمينا من السقوط في هذا الخطأ ولا نشترك في الأعمال الشريرة. ثالث مظهر أو شكل للصمت المقدس، يبقى قلنا الصمت بقصد الانضباط وعدم الخطأ، الصمت في المناقشات عديمة الفايدة والمنفعة، ثالث حاجة الصمت أمام الافتراءات وما أكثرها، الافتراءات والاتهامات الكاذبة. قيل عن السيد المسيح له المجد في سفر أشعياء النبي، أما هو أصحاح 53 وعدد 7، أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها. الأمر اللي يقول عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل العبرانيين: الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. اتهموه أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، اتهموه أنه به روح نجس، اتهموه أنه مجنون، ولم يجد أي كرامة في وطنه، زي ما قال لا يوجد لنبي كرامة، يوجد لنبي كرامة إلا في وطنه لا يجد كرامة. عشان كده يا أحبائي قال السيد المسيح في الموعظة على الجبل: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم، هذه الافتراءات والاتهامات الكاذبة
إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، الحق أقول لكم إيه؟ افرحوا بهذا، طوبى لكم. عشان كده أحبائي نجد أنه قديسين الكنيسة قابلوا كثيرا مثل هذه الاتهامات. القديس الأنبا مقاريوس الكبير اتهم بهذا الأمر ولكن الله دافع عنه. القديسة مارينا العفيفة الراهبة بنسميها شفيعة المظلومين اتهمت ظلما، وكثيرين من القديسين يا أحبائي اتهموا اتهامات باطلة صمتوا حتى أصهر الله براءتهم. عشان كده أمنا العذراء مريم إن كان يوسف شك في هذا الحبل لكن لم تريد أن تتكلم ولم تريد أن تدافع، هو ليس افتراء كاذب ولكن شك في محله، ولكن ثابت أنه الله هو اللي يكشف ليوسف البار هذه الحقيقة. وفعلا لحد ما الملاك كشف ليوسف البار وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به هو من الروح القدس. عشان كده الإنسان يصمت أمام الافتراءات والاتهامات، وأهم حاجة إن هي تكون كاذبة مش يحمينا ربنا أي شيء. عشان كده صمت صمتا، صمت لا أفتح فمي، صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت زي ما بيقول معلمنا داود النبي في المزمور. رابع صورة لصور الصمت المقدس يا أحبائي، الصمت هو خضوعا لمشيئة الله. أحيانا كثيرة في التجارب في الأحزان في الضيقات اللي بتقابلنا يا أحبائي بتطلع مننا عبارات ممكن تتهكم في محبة الله وتتهكم في قوة الله وفي قدرة الله، بل أقول كده إن إحنا آسف في التعبير إن إحنا بنفتري وبنسيء إلى الله وبنجدف على الله بكلام غير صحيح ونسيين محبة الله وحكمة الله وقدرة الله. عشان كده في عبارات كثيرة، إما عبارات غضب أو إما عبارات سخط أو اعتراض أو تذمر، أو إما إن يحمينا ربنا توصل إلى عبارات تجديف، هو ربنا فين من ده كله؟ وبالتالي يعترض الإنسان على إرادة الله وعمل الله. عشان كده لا بد أن نخضع ونسلم يا أحبائي في ثقة وفي شكر. مشكلة الإنسان إنه لما بيبص للتجربة لا يشكر، في حين إنه الكتاب المقدس قال لنا كده شاكرين في كل حين وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. لما نشكر نثق أنه الله يتدخل، لما نشكر معناه أن احنا بنقبل هذا الأمر بحسب إرادتك ومشيئتك يا رب. نثق يا أحبائي في ثلاث حاجات، في محبة الله اللي هو كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، في قوة الله أنه قادر على كل شيء ولا يعسر عليه أمر، والحاجة اللي بننساها باستمرار حكمة الله. نثق في حكمة الله وبالتالي هو يدبر حياتنا بكل تدبير صالح ولخيرنا. عشان كده نقول له الله الآب ضابط الكل، وفي الشرقية اللي بتكون في الهيكل معناها بنسميه حضن الآب، معناه إنه الله الضابط الكل، يعني لا يعسر عليه أمر ولا يكن شيء بغير أمره. من ذا الذي قال كن فيكون والرب لم يقبل؟ داود النبي لما شتم من أحد الحراس بتاعه وقالوا له خلينا إن احنا نمشي نقطع لسان هذا الكلب، قال لهم لا، قال لهم الله قال له سب داود. شوف الروحانية، شوف الإنسان لما يقبل كل ما أمر بيحصل في حياته خضوعا لمشيئة الله وتدبيرا لإرادة الله. طبعا مشيئة الله مش معناه إن احنا نستهين في حياتنا يا أحبائي ونستهين في أي شيء، ما نخضعش لقوانين، ما نخضعش حتى إشارات المرور ما نخضعش ليها، حتى في ترتيبات الكنيسة حتى في ترتيبات الدولة لا نخضع ليها، والإنسان يقول كده إيه لتكن إرادة الله بعد كده. لا، مش لتكن إرادة الله، هنا تتحمل
الخطأ وتتحمل عدم الالتزام بهذه القوانين. ليس هو تهديد، وليس هو لما الحكومة بتحط الحاجات دي مش بتهدد، لكن بتقول لكل إنسان أنت عليك مسؤولية، أنت عليك إلزام. كنيسة لما بتحط هذه الأمور أنت عليك التزام، يعني كل إنسان أن يلتزم بهذه الأمور، معناه من أجل حماية نفسه ومن أجل حماية الآخرين. لكن ما فيش إنسان يجي يضرب بعرض الحائط كل هذه الترتيبات القوانين اللي بتضعها الحكومة واللي بتعاني منها الدول لحد ما وصل الآن. كم من الوفيات والإصابات ده كله كان بسبب إيه؟ عدم التزام الكثيرين. مش عايز أقول الكل، لكن عدم التزام الكثيرين. عشان كده الصمت هو خضوعا لمشيئة الله لما بتاجي أحزان أو تجارب أو ضيقات أو أوبئة. عشان كده يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10:13: الله أمين، الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة أيضا إيه؟ المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. يبقى إذن الإنسان الذي يخضع يجد منفذ، والإنسان الذي لا يقبل الخضوع لمشيئة الله يتحمل بعد كده النتائج اللي هو بتاعت الأخطاء بتاعته. عشان كده حتى ولو كان هذا الأمر في الهزيع الرابع، لكن الترنيمة بتقول إنه حيأتي يستجيب حتى لو تأنى هو يستجيب، حتى لو في الهزيع الرابع. قديس البابا كيرلس يقول هذه العبارة كلنا عارفينها: كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمين؟ لمن بيده الأمر. لما نسلم سلمنا فصرنا نحمل، لما الرسالة بتاعتنا بتاعت امبارح بتاعت إنجيل القداس. يفضل عندنا تأملين في الآخر يا أحبائي: الصمت بقصد التأمل، وده اللي قلت عليه وكان مفروض ان احنا نستفيد من فترة الغلق العام. الصمت بقصد التأمل. يقول كده عن أمنا العذراء مريم: أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. لما تصمت ألسنتنا يبقى نبتدي نفكر في قصد الله وترتيب الله وعمل الله في قلوبنا وفي عقولنا، وبالتالي نفكر فيه بإرشاد الروح القدس، ونقول كده مع معلمنا ده مع معلمنا بولس الرسول: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ علمني يا رب وصاياك، علمني يا رب طريقك فأسلك فيها. يبقى الإنسان عندما يصمت اللسان يتكلم القلب، وعندما يتكلم القلب هنا يستجيب الله، زي ما قال لسيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه: صلاة القلب للقلب. عندما تصمت ألسنتنا تتكلم قلوبنا، وعندها يسمع الله، وبالتالي نمجد الله في مراحمه وفي عظمته وفي تدبيره وفي بركاته. آخر حاجة أحبائي: الصمت هو من أجل الستر على الآخرين، زي ما حصل في مع يوسف الصديق. لم يريد أن يشهرها، ما كانش عايز أن يشهر بها، ما كانش عايز أن هو يفضحها، ما كانش عايز أن هو يسيء إليها وترجم، ما كانش عايز أن يقول أن هي حبلة، لكن أراد تخليتها سرا. يقول عنه في سفر الأمثال 10:12: المحبة تستر كل الذنوب. وإصحاح المحبة اللي احنا عارفينه في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، كورنثوس الأولى 13، يقول كده: المحبة بكل صفاتها تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة تستر كثرة من الخطايا، في بطرس الأولى 4:8. كل هذه الصفات يا أحبائي تدينا النهاردة بنعمة المسيح إنه نقول له كده: يا رب ضع مخافتك في قلبي، حتى يا ربي أن تكون لي هذه الفضيلة، فضيلة الصمت المقدس. إن لم تكن مخافة الله في قلوبنا أحبائي، لن تكون في داخلنا مخافة أي فضيلة. الكلام ده ما بقولهوش من عندي ولا بحكم على آخرين، ده قال عنه الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا
أصحاح 3 يقول عدد 13 يقول كده: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم، شوف الكلام عشان تقول ما تقولش ان انا بقول، كان ده كلام الكتاب المقدس. حنجرتهم قبر مفتوح، يعني مش عايز حتى يتقفل. الواحد لما بيموت بيدفنوه القبر بيتقفل، لكن دول حنجرتهم قبر، والقبر فيه ايه؟ آسف في التعبير، نتانة، ريحة وحشة. يبقى إذن الريحة اللي طالعة من البوق مش ريحة بوق، لكن ريحة الكلام الذي لا يليق. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، فمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه. آخر آية لكل لي ليس خوف الله قدام عيونهم. عرفنا التشخيص، عرفنا الأعراض، آدي العلاج. ليس خوف الله قدام عيونهم. لو ما فيش خوف الله، توقع وتأكد إن كل الكلام ده هتلاقيه من البشر. يعني ليس شيء غريب، مش نستغرب ليه بيقولوا كده، ليه بيتعاملوا كده، ليه بيشوهوا كده، ليه بيجرحوا كده. ما تستغربش، ليس خوف الله قدام عيونهم. فرصة عشان كل إنسان يراجع نفسه، إذا كان أساء، إذا كان بيشهر، إذا كان بيسيء، إذا كان بيجرح، إذا كان بيطلق إشاعات، إذا كان بيهدد. خلي بالك، مخيف هو الوقوع في يدي الرب، ليس الإنسان اللي مفهوش خوف الله قدام عيونه. ده المثل العام، دايما نقول الحتة دي، يقول لك يا أخي يا أخي، خلي في قلبك ضمير، خلي عندك ضمير يا أخي، خاف ربك، خاف ربك. مش دي تعبيرات كلها عالمية؟ يا خاف ربك من إيه؟ من كتر الظلم، ومن كتر الإساءة، ومن كتر التشنيع، ومن كتر التشهير، ومن كتر الحاجات الكثيرة اللي تكلمنا عنها. ألخص كل هذه الكلمات، صفات الصمت المقدس يا أحبائي. أولا هو صمت من أجل الانضباط وعدم الخطأ. ثاني حاجة الصمت في المناقشات العديمة الفائدة والمنفعة. الصمت قدام التهديدات والافتراءات الكاذبة. الصمت خضوعا لمشيئة الله. الصمت بقصد التأمل في مراحم الله وعظمته ومجده وبركاته. وأخيرا الصمت ستر على الآخرين. وآخر حاجة السابعة عشان يكون العدد مكتمل، عدم الصمت أو الكلام الغير لائق، اللي هو لا يخلو، أو آسف الكلام اللي مليان بكل هذه الإساءات، هو بسبب عدم الخوف، عدم خوف الله في قلب الإنسان. أختم بقصة كما تعودت أحبائي عن حياة التسليم وحياة الإنسان اللي بيلقي خضوعا لمشيئة الله واتكاله على الله. قصة تحكي عن نيافة الأنبا باسيليوس مطران الأقصر وأسوان السابق، الله ينيح نفسه. كان ماشي في أحد الشوارع بتاعة القاهرة في يوم من الأيام، وكان معاه واحد من الخدام. هو وماشي طلع عليه شخص وشايل عصاية تقيلة كده، وحب عايز يضرب بيها الأنبا باسيليوس ويقتله. إنسان في قلبه غضب وحقد وانتقام، عايز يضربه عشان يقتله. كانت عصاية من العصاية التقيلة. نظر إليه الأنبا باسيليوس بوداعة وقال له كده 5 كلمات. قال له كده: أنا عملت لك إيه؟ ربنا موجود. بس أنا عملت لك إيه؟ ربنا موجود. وسلم الأنبا باسيليوس ووضع نفسه في يد الله القادر إن هو أن يحميه، وإن أراد إنه يأخذ نفسه بسلام فلتكن إرادته. يعني في فرق ما بين الإنسان اللي يستسلم
لأنه ما عندوش أي حيلة ولا عنده زي ما بيقولوا ما عندوش أي قوة ولا عنده أي وسيلة تانية ينقذ بها نفسه. وفي فرق ما بين الإنسان اللي يسلم. الإنسان اللي يسلم يقول لله لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك، حياتي بين إيديك، أنت قادر أنك أنت تحميني أو أنت قادر أنك أنت تأخذ حياتي إن أردت يا رب، ليس شيء بإيدي، الأمر كله في إيدك وأنا مسلم لإرادتك ومشيئتك. تقول القصة يا أحبائي حدث ما لم يكن فيه الحسبان، مش متوقع الأنبا بسليوس إلا حصل. يقول تقول كده قصة، تراجع الإنسان بسرعة لورا وسقط على الأرض، وبعد كده جو أربعة رجال مش عارفين المصدر بتاعهم جو من فين، جو طلعوا وحملوا هذا الإنسان وأخذوه بعيد عن طريق الأنبا بسليوس. ممكن يكونوا أربعة ملائكة، ممكن يكونوا أربعة قديسين، أيا كان الله يحمي أولاده زي ما بيقول في المزمور، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك. وفعلا سار الأنبا بسليوس ومشى في طريقه وشكر الله اللي حفظه وحماه في كل الطريق بتاعه. ما هي معنى هذه القصة أو إيه اللي نستفيد منها أحبائي؟ أولا لربما قصة بسيطة نقول يعني إيه يعني قصة زي كده يعني إيه اللي فيها، لا أقول لك فيها دروس حلوة. أولا لا يمكن أن تمنع الشر من العالم، مهما تكلمت مهما حاولت انك انت توقف الناس مش هينفع. لا يمكن ان تمنع، انت بتكلم الناس بكلمة الله لكن عشان تمنعهم من الشر مش هينفع. لا يمكن ان تمنع الشر من العالم، ولكنك تستطيع ان تحتمي في يد الله القوي القادر ان يحفظك مهما كانت الاخطار التي يمكن ان تقابلك. فقط القصة بتقول كده، آمن بقوته، سيب حياتك بين يديه، ضع كل مشاكلك أمامه في وقت الصلاة فيطمئن قلبك، ولا تنزعج من تقلبات الحياة ولا تنزعج من تهديدات الأشرار. وعندما الدرس الثاني، عندما تستمر الضيقة لا تضطرب بل سابر واستمر في الصلوات إلى أن يحلها الله. ثالث حاجة وآخر حاجة، كن متكلا عليه مستعد لقبول مشيئته. ده اللي قلناه من ضمن الصفات بتاعت الصمت المقدس، الصمت هو خضوعا لمشيئة الله حتى لو كانت مشيئة الله عكس رغباتك. فإن سمح أن تستمر المشكلة فهذا لخيرك وسيكون معك أثنائها أيضا لتنال خلاص نفسك، وده اللي عايزه ربنا من كل إنسان. حتى لو سمح بالتجارب أو بالضيقات أو بالأتعاب أو بالأمراض أو بالآلام، الله في النهاية يريد خلاص الإنسان، لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. يا أحبائي مسيحنا القدوس يعطينا حياة البر كما كان لقديسنا القديس يوسف النجار البار، وكما كانت لأمنا العذراء مريم الملكة البارة النقية. هذه الفضيلة، فضيلة الصمت المقدس، من خلال حلول الله أو وجود الله ومخافة الله في قلب الإنسان، فتثمر ويثمر الروح القدس بهذه الفضيلة فنمجد بها الله، ولا نسيء إلى الآخرين زي ما قال الكتاب المقدس، اللسان عضو صغير به نبارك الله ولكن للأسف به نجرح الناس أو به نسيء إلى الناس الذين تكونوا على صورة الله. عشان كده هو إيه؟ هو عضو نار متقلبة مضروم من جهنم، قال عنه الكتاب المقدس. هو عضو مقدس لكن للأسف يوم ما نسيب نفسنا، يوم لا نضبط نفسنا يكون مصنوع من جهنم. يحمينا ربنا نهاردة كل إنسان يصلي يقول له كده، ضع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي، علمني أن أصنع مشيئتك، علمني أن أمجد اسمك القدوس، علمني يا رب أن أصمت
عندما يجب أن أصمت وأن أتكلم بما تريد أن أقوله. لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي أحبائي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي، نشكرك يا رب من أجل محبتك ومن أجل هذا الكنز اللي وضعته فينا، روحك القدوس اللي بيعلمنا، اللي بيصحينا من الغفوة اللي احنا بنكون فيها، اللي بيذكرنا بكلماتك، اللي بيذكرنا بوعودك، واللي ذكرنا أيضا بتحذيراتك يا رب. شكرا ليك لأنك لم تتركنا في هذا العالم بلا مرشد ولا قائد، بل فعلا روحك القدوس يقودنا إلى معرفتك الحقيقية. روحك القدوس هو الذي يقودنا في طريق النصرة وفي حياة البر وحياة الإيمان، اللي بيها نشهد ليك ونشهد لعملك. تخفينا نحن كما قال المرنم، ولكي ما تصهر أنت يا رب فينا. تضبط بيها كل حواسنا يا رب، تضبط بيها فيها كل حياتنا. نتذكر إن حياتنا دي مش ملكنا إحنا، نتذكر إن حياتنا دي ملكك أنت يا رب. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول. نتذكر إن إحنا في هذا العالم رحلة بنقضيها، رحلة بنقضيها في أرض الغربة، بس علينا إن إحنا باستمرار نكون أمناء، يكون لنا هذا الضمير الصالح، يكون لنا هذا الإيمان المليان بمخافتك يا رب، زي ما بنصلي في كل يوم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك يا رب. روحك القدوس اللي بيصحينا يا رب من انشغالاتنا في العالم، من استهتارنا يا رب، من عدم اكتراسنا، من عدم انتباهنا لهلاك أنفسنا وللأبدية اللي احنا معد ليها. فنجول يا رب، فنجول في العالم، وبدل ما نجول نصنع خيرا زي ما انت كنت تجول تصنع خيرا، لكن نجول في العالم وفي الميديا وفي كل وسائل العصر الحديث، نجول فيها يا رب ونخطئ في كل حين، ونخطئ بلوى في كل ثانية يا رب، نخطئ بألسنتنا وبقلوبنا. صحينا يا رب، خلينا ننتبه للآخرة بتاعتنا، خلينا ننتبه للأبدية بتاعتنا، خلينا نتذكر كلامك يا رب، كلامك تتبرر وبكلامك تدان. خلينا نتذكر إن اللسان دي عضو مقدس، لكن لا نريد أن يكون مصنوع من جهنم. ذكرنا يا رب إن اللسان دي اترشم بالميرون من أجل أن يمجد اسمك يا رب، من أجل أن نخدم به اسمك القدوس، من أجل أن ننادي ونكرز باسمك ونقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ليس للخطية وليس للشر، ولكن لمجد اسمك يا رب وللشهادة عن اسمك القدوس يا سيدنا. زي ما علمتنا وقلت تكونون لي شهودا، قلت ليشوع تكلم أنا أكون معك كما كنت مع موسى أكون معك. قلت لمعلمنا بولس الرسول تكلم ولا تخف ولا تسكت، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة.
وقلت لآخرين أن يصمتوا حتى لا نسيء يا رب ولا يجدف على اسمك القدوس بسببنا يا سيدنا. سمحنا يا رب، سمحنا لأننا إن كنا بنأخذ وحياتنا أو الأعضاء اللي انت اديتها لنا أعضاء مقدسة، إن كنا بناخدها ونستخدمها للعالم وللشر وللخطية وللشيطان، النهاردة بنقول لك جدد حياتنا يا رب، جدد حياتنا يا رب، قلبا نقيا اخلقه فينا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني يا رب. علمنا أن نصنع إرادتك ومشيئتك يا رب، علمنا أن نقول مع معلمنا داود النبي: ها أنا ذا قد جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. علمنا أن نقول مع معلمنا بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. علمنا أن نقول: صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. علمنا يا رب، أنت وعدت وقلت: متى جاء المعز الروح القدس فهو يذكركم ويعلمكم بكل ما قلته لكم. دين أن احنا نحيا خاضعين لمشيئتك، خاضعين لتدبيرك، خاضعين لإرادتك ومشيئتك الصالحة، خاضعين لخطتك وحياة كل واحد مننا يا رب. لسنا لأنفسنا، لسنا لأنفسنا يا رب. اذكر يا رب كل نفس محتاجة إليك اليوم، كل نفس ضيعة، كل نفس بعيدة عنك، كل نفس مسلمة حياته لإبليس بحجة المنطق والرأي والحرية وعدم الانضباط، بدون ما تكون أنت السيد والمالك على حياتنا، صرنا أسيادا لأنفسنا يا رب. اذكر كل نفس محرومة من كلمتك اللي بتلمس القلوب وتنخس في القلب. اذكر كل نفس يا رب محتاجة إليك. اذكر يا رب كل نفس الذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكر يا رب كل نفس مقيدة بقيود إبليس، سواء قيود حقيقية عالمية أو قيود فكرية أو قيود بشرية جسدية. اذكر يا رب كل نفس مريضة جسديا أو روحيا. اذكر يا رب كل نفس مفتقدة لحبك، عايزة تقول مع عروس النشيد: يا من تحبه نفسي، حبيبي لي وأنا لحبيبي. اذكر كل نفس اللي هي لم تتذوق بعد هذا الحب الإلهي. اذكرنا جميعا بمراحمك ورأفاتك، لا تنسانا يا رب ولا تتركنا، احنا شعبك وغنم رعيتك. ارحمنا 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 يا الله الآب، يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا
يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا اذكر يا رب شعبك، اذكر يا رب كنيستك في كل زمان في كل مكان، وهنا في بلدنا يا رب. واذكر يا رب كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم، ليس من أجل أي بر ولا صلاح فعلناه، ولكن من أجل محبتك اللي بتحصرنا بيها وبتغطينا وبتنقذنا وبتسندنا بيها يا رب. من أجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور طهر عذراء مريم شفيعة هذه الأيام المباركة، شفاعة القديس العظيم الأنبا أبراهام، كل مصاف قديسيك الذين أحبوك من كل قلوبهم والذين كرسوا حياتهم وألسنتهم وفمهم لمجد اسمك وللشهادة لاسمك القدوس يا رب، بشفاعتهم وصلواتهم ارحمنا كعظيم رحمتك، واجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعا، آمين.